جبت البضاعه؟ جبت الفلوس؟ الفلوس يمي مثل ما اتفقنا. لك الله يلعنك شرطه شرطه، لموا الاسلحه، سلموا نفسكم. وصلني غاتي. اي اخويا فارغ خير، ايش عندك طالع رياضه ليليه تركض هالشكل؟ جيب اخويا جيب خليها للجنطه جيب. اوفا وخر اوفا، جيب ما عليك انت اصعد، انا خليك اياها بالصندوق. والله يا الله يلا اخوي خلينا نتوكل. هاي الجنطة اثنيناتهم نفس الشيء، ياهو مالتي ياهو مالته، اثنين يتشابهن. يلا عاد وين الجنطة؟ اي اخويا ماشي يسر حجيب جنطتك، يمكن هاي كانت. ايه تفضل اخويا. تصبح على خير اخويا. وانت من اهله؟ تأخر الوقت وما عندي مكان ابات بيه، خلي روح ادوري على فندق رخيص واقضي الليلة بيه. امري لله. ترن 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 هاي الغرفة أخويا، لا تخلي الضوء عالق من تنام لأن الفاتورة تطلع هواية. أخويا هاي شلون غرفة؟ أنا أجرت غرفة مع نفر واحد، أشو هذولا لقيت صراصير مأجرين وياي، شنو القصة؟ شو ما لدي يرقصون؟ زين ما طول راح يبقون وياي، هم لازم يدفعوا فلوس على الأقل، فما أدفع وحدي. والله اعذرني يا أخويا، أكيد ما راح تبقى بغرفة ملكية ب15,000 بس. أثول بس شاطر باللغوة، شون غرفة هاي؟ والله إذا تربط حيوان بيها ما يقبل يبات. شنو هاي؟ أخ عمي أويلي، الشرباية مكسورة أويلي الله. شون غرفة؟ إيش راح أسوي أني؟ على الأقل خليني أبدل وأنام. يبو هاي شنو؟ شنو أنت مليان فلوس؟ يبو فلوس يبو يبو، هاي الجنطة اثنيناتهم نفس الشي، ياهو مالتي ياهو مالتي، تبادلني الجنط بالسيارة. لكاني صرت زنقين هاني، صرت زنقين. طبعا طبعا أبغى تبغرفة ملكية لك أثول أبو لسان، لأنني صرت زنقين.